تمريرة عند دينيس، دينيس بوانجا خطير جدا، دخل في مكان خطير، ودي عرضية في منتهى الخطورة ولسه وهدف. ملعب عدى لويس إيميكا، لكن ضغط من حمدي فتحي يا ولد، 10 على 10، ودي كرة أمامية ولخبطة، وممكن توغل محمد صلاح أرباك الدفاعات الجابون وصاروخ الشرق، بيرتكب خطأ وركلة الجزاء لمصلحة منتخب مصر. محمد 3 أهداف منهم هدف، قفشة داخل قفشة وجول جول 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 جول، عملها عملها محمد مجدي قفشة صاحبها ريان، ومحمد مجدي قفشة.